احتفالنا بالعيد داخل منازلنا دليل واضح على التزامنا بالإجراءات الوقائية. نحن هنا من أجلكم، فابقوا في منازلكم من أجلنا. المؤسسات الصحية مستمرة في تقديم الخدمات الصحية، فاحتفلوا بالعيد في منازلكم. الأعياد تتكرر لكن أرواح لا تعوض. بقاؤك في المنزل في خلال إجازة العيد يساعدنا في التقليل من عدد الإصابات. عزيزة الحامل، عيدك في البيت أمان لك ولطفلك. عزيزي المواطن والمقيم، الالتزام بقرارات اللجنة العليا بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية دليل على وعيك وحماية لك ولمجتمعك.